جميل، معانا على معانا على التليفون. طب هايل. دكتور أسامة عشم، استاذ الموارد البشريه والخبير العالمي في التدريب. دكتور أسامة، ازاي حضرتك؟ وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، اهلا بيك واهلا وسهلا. لجانا لك في التوقيت المناسب، وزميلتنا الاعلاميه الاستاذ سوى ابراهيم بتتكلم على دورك المجتمعي مع اعضاء النادي وعائله الاهلي في الفتره الاخيره من خلال فيديوهات كان بتصدر رساله ايجابيه وطاقه ايجابيه لكل الناس. ده حقيقي، هي دعوة كريمة من اللجنة العليا للجان في النادي الأهلي، اللي أنا بفخر وبشرف بأن أنا أكون واحد من أفراد العيلة دي من أيام بابا الله يرحمه سنة 71. أنا النادي الأهلي بالنسبة لي عيلة، يعني كان شرف لي أن أنا يعني اكون موجود ضمن الحمله الجميله اللي هم عاملينها بتاعت خليك في البيت ويلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. طيب، وهي فعلا احنا نقدر نستغل قعدتنا في البيت نطلع بحاجات فعلا ليها لازمه. انت البوزيتيف انرجي او فكره ان انت يبقى عندك طاقه ايجابيه، وانت لسه حالا كنت بتقولوا ان استفاد، يعني حقيقه ان الواحد لما بيحصل له ديبرشن او احباط الاميونيتي بتاعته او المناعه بتاعته بتقل. بالظبط. فاكشلي احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع الموتيفيشن او التحفيز. احنا يعني كتير قوي يعني بيعتمد على ما يسمى بالبرسبشن او المعتقد، نظارتك اللي بيقولوا عليها كده بالظبط، النظاره التي نرى من خلالها العالم، ذا جلاسز وي سي ذا وورلد ثرو. هشوفها ازاي؟ انا لو نظارتي دي غامقه ويعني قاتمه هشوف كل حاجه اوريدي قاتمه. بالظبط. اعتقد ان المشكله في الحاجه نفسها، المشكله في نظارتي انا. انا نظارتي لازم امسحها، لازم انظفها عشان اشوف الحاجه بشكل ايجابي. صح. لان كل واحد فينا نظرته غير الثاني. انا النهارده ممكن اروح ازور واحد في الدور ال 25 الاقي دور مقطوع، فاقول بص على العماره تقول لا ان شاء الله مقطوع، انا لسه هطلع ده كله وامشي. واحد ثاني يقول ايه؟ لا انا هطلع الدور الاولاني وارتاح شويه. ما هو اصل النور هيجي هيجي، هيروح فين يعني؟ تمام. ما جاش، طلع الدور الثاني وريح، وهكذا. فانت بتعتمد الحكايه على نظرتك انت للامور. حياه اختيارات يا دكتور. يعني في ناس بتقرا ارقام الكورونا كل يوم. بالعكس، يعني شوف كم واحد مات. لا انا عايز اشوف كم في ناس بتخف. كم واحد خف وكم واحد النتائج ايجابيه لسلبيه. بالظبط كده. اما اقرا الحاجه بشكل ايجابي هو ده اللي هيخليني يعني اقدر اكمل، لان اكشولي الخوف عمره ما هيمنع قدر، لكن هيمنع حياه. هيخليني قاعد طول الوقت عندي مشكله، والمشكله الاكبر ان الموتيفيشن او الدبرشن الاحباط او التحفيز انفكشن عدوى. لما تقابل حد، لما بابا وماما يكونوا مرعوبين وخايفين هينقلوا التوتر ده والدبرشن للولاد. انت انا شايف انها فرصة رائعة صدقني ان احنا نحسن الكوميونيكيشن او الاتصال جوه البيت. بالظبط. حقيقي فعلا. توطيد العلاقات الاسرية. طبعا. نعيد اكتشاف نفسنا مرة تانية وعلاقتنا مع اقرب الناس لينا. عارفة حضرتك احنا كنا محدش عارف حاجة عن التاني. طب انا هقول لك حاجة صدقيني حصلت. محدش عارف حاجة عن التاني. هقول لك يعني ايه، بس ان احنا بنفقد الكوميونيكيشن جوه الاسرة. اب وابنه قاعدين على سفره طويله جدا. يعني كبيره نسبيا. فالولد عايز الصلاه اللي جنب باباه، فكسل راح بعت له اس ام اس قال بابا اديني الثلاثة من جنب. يا نهار ابيض. انت تخيلي يعني احنا تعودنا على ان احنا ما نتكلمش. اكيد اكيد. دكتور ده حاجه لطيفه ابدا. أنا بس عايزة أشكر الدكتور جدا. اتفضل. احنا الدكتور أسامة احنا بنشكرك بجد يعني على التواصل الجميل وعلى رد الفعل الكبير جدا ورسائل حضرتك الإيجابية والطاقة الإيجابية اللي يعني الحقيقة خدناها من حضرتك واستفدنا منها جدا، سواء طبعا في الكام دقيقة دلوقتي محمد وأنا وكل المشاهدين أو كل الفيديوهات يعني اللي احنا بنشوفها كل يوم من حضرتك. أنا بالنيابة عن اللجنة العليا وعن كل عائلة الأهلي الحقيقة بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.